خطة ماشيين عليها، فالنهاردة خلاص هنخلص العمل بتاعنا كله. طيب الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي ممكن يحصل سيناريو من الاتنين دول. طبعا أنا نزلت البروجكتس من أول أسبوع، 3 بروجكت، وقلت كل الناس، الناس اللي معايا في التقسيمة هيكونوا نفسهم جروبات، تمام، على الأقل 3. اللي كان عنده اكسبشن وعايز يدخل واحد زميله قلت ما عنديش مشكلة، كان عايز يدخل ناس من جروب مختلفة، بس اشترطت طبعا ان هو يكون مع نفس التقسيمة معايا، مع نفس المعيد، عشان تكون أعمال السنة معايا متظبطة. قلت تمام، يسرت عليكم الأمر لأقصى حاجة. دي حاجة، فيا إما هنناقش البروجكت يوم الخميس الجاي، هيوافق تقريبا 3/6 على مواعيد، لأن احنا يعني ظهر عندي مشاغل تانية يوم الخميس برضو، امتحانات ومناقشات وكده، فلسه هنظبط المواعيد. وفي الحالة دي لو احنا ناقشنا البروجكت يوم الخميس، هنضطر ان احنا كل سيكشن برضو من الأسبوع الجاي، مش هناخد حاجة جديدة، بس الفكرة ان انا هعمل ريفيجن على كل العمل اللي احنا اخدناه، الميثودز اللي احنا اخدناها، هجمع لكم كل الميثودز في ملف فايل باكزامبل على كل الميثود، وكل مثلا الميثود دي بتاخد ايه هي البارامتر، تمام. طيب ده في السيناريو الاول. في حالة السيناريو التاني، ممكن ان من الاسبوع الجاي هنبتدي مناقشة الجروب في ميعاده، يعني مثلا جروب واحد النهاردة يوم 4 الساعة 2، فناقش النهاردة جروب واحد، مش عارفة جروب 3 تقريبا كان يوم الأحد، فناقش يوم الأحد الساعة 9، وهكذا. فهل الناس بدأت في البروجكت ولا لسه ما بدأتش؟ وهي يا باشمهندس هو مش اتأجل ل 12/6 تقريبا؟ ما تأجلش ل 12/6، والله انت تقرأ البوست كويس. تم تعديل في الخطة الزمنية، بداية الامتحانات العملي والمقررات الثقافية من 5/6 ل 12/6. طيب اللي هو اصلا الاسبوع الجاي، لا الاسبوع اللي بعده. طب الاسبوع اللي بعده اللي انت لما تمتحن مقررات ثقافية وانا عندي مراقبات، امتحنك ازاي عملي او اناقش ازاي بروجكت، تمام. اللي تعدل بس امتحانات النظري من بعد المقررات الثقافية من 5/6 ل 12/6، عندك اسبوع فاضي اللي هو من 12/6 ل 18/6، اسبوع فاضي تذاكروا فيه النظري، بتبتدي امتحانات الفاينل من 19/6. بس اسبوع المقررات الثقافية عادي زي ما هو من 5/6 ل 11/6 او ل 12/6، ما حصلش فيه اي تعديل. حصل التعديل الوحيد في امتحانات الفاينل اللي هي النظري، تمام يا باشمهندس. تمام. فانا لما انزل مراقبات في امتحانات المقررات الثقافية اناقش الناس ازاي، وبعدين انا بس مش معايا مقدمة رسم، انا معايا يجي 6 8 مواد، وكل دول بروجكتس وامتحانات عملي، هتبقى الدنيا لود قوي صعبة، وبعدين عشان الزحمة والكورونا وكده فنناقش اونلاين. اوكي، الناس بقى بدأت في البروجكتس ولا ما بدأتش فيها؟ لا لسه، لا لسه يعني لسه غالبا يعني. لا مش لسه، ده انا في ناس خلصت اصلا، في جروب كامل خلص. البروجكتات سهله مش صعبه ابدا خالص. ما المفروض يتسلم امتى؟ مش الاسبوع الجاي؟ ما الاسبوع الجاي، ما في حاله الاسبوع الجاي ممكن اناقش كل بروجكت، يعني كل جروب على حسب ما عندي سكشن، لسه هيتم الاتفاق طبعا الكلام ده مع باشمهندس نبيل وباشمهندس كريم. طيب ما لسه شوية حلوين يعني. ماشي، انا بقول الناس، انا منزلها لكم من بدري علشان باشمهندس عندنا تاسكات تانية، عندنا بروجكتات تانية، مناقشات تانية، فنزلتها من بدري عشان ما حدش ايه باشمهندس منزلها لنا متأخر واحنا ما لحقناش، يعني كان معاكم 10 ايام او 11 يوم. انا برضو خليت البروجكت جروب علشان يبقى كل واحد يعمل جزء، ميبقاش فيه لود كبير عليكم. وانا اصلا صراحة مش عارف ايه حتة الجروب دي يا باشمهندس، يعني لو احنا مثلا 3 يعني هنقسم ازاي علينا البروجكت؟ يعني ايه الآلية اللي احنا هنشتغل بيها بالظبط؟ انت مثلا تعمل جزء، يعني تعمل جزء، يعني ترسم اي حاجة من البروجكت، وتظبط اللوكيشن بتاعك، وتظبط الجزء اللي انت مثلا هتقسمه عليكم بأي شكل من الأشكال. خلصت الجزء بتاعك، تمام، تدخل للجزء التاني،
او الجزء بتاعك بقى تسلمه للمعيد للبشمهندس التاني يبدأ يكمل عليك وهكذا. عايز نسلم تشتغل لبعض يعني. لوحدك، عايز تشتغل لوحدك اشتغل لوحدك. تمام. بس دي كل الفكرة. بعد اذنك يا باشمهندس، اتفضل. بالنسبة انا دلوقتي مع باشمهندس نبيل، ايه مصيرنا؟ نفس البروجكت. هو ما كانش بيخش معانا سكاشن كتير، احنا ما نعرفش حوار البروجكت ده الا من حضرتك بس. لا لا، باشمهندس نبيل قال، باشمهندس نبيل قال نفس البروجكت. وانا كنت في التيم، انا ما عملتش الكلام ده من وكان دماغي، تم الاتفاق مع وكان باشمهندس بيقول نبيل انا بتكلم يا باشمهندس، معلش انا تم الاتفاق مع باشمهندس نبيل وباشمهندس كريم على البروجكتس، وقالوا تمام، اتفقنا على المواعيد قلنا تمام، قال هي هنقسم الناس جروبات تمام، يعني كل ده هم عندهم علم بيه. هو قال لي ان انا دخلت وخلصت كل المجز دي في مرة واحدة، معرفش بقى، بس هو ده الكلام اللي قاله معانا الرسول للبلاء، فاللي هو قاله لي انا قلته لكم، قلت لكم طريقة البروجكتس عاملة ازاي. بس هو ممكن لو حد واقف قدام حد يشوف سكشن مع باشمهندس تاني. حضرتك ولا مع باشمهندس نبيل؟ في اتنين بيتكلموا في نفس الوقت، انا مش عارفه اسمع مين بالظبط. هنناقش مع حضرتك ولا هنناقش مع باشمهندس نبيل؟ لا، مع باشمهندس نبيل يناقش مع باشمهندس نبيل، واتفق معاه على توقيتات المناقشه وانزلها لكم. المفروض كان معانا سكشن النهارده دلوقتي. ما عنديش علم. 19/028 مش مهندسة، أنا حاضر مع حضرتك دلوقتي في الرسم والنت وحش جدا. طيب تمام. 17/114 كان سؤالك ايه؟ ما عندكش سؤال، ايه في المرض؟ هو مش انا اللي كنت بسأل اصلا، مش مهندسة، انا مش واخد بالي ان المايك مفتوح لسه. انت كنت بتتكلم وبعدين زميلك اتكلم، فانا فكرت انت عندك ده سؤال. كان 2018/138، مش انا المايك كان مفتوح، مش واخد بالي ان هو مفتوح بس. ما بتاعت 138 زعقت له علشان اتكلم وانا بتكلم، فقلت كنت عايز اسمعك انت. طيب تمام. اول حاجة هتكلم عن البروجكتس وايه فكرة كل بروجكت. مفيش بروجكت مش هتستخدم فيه الميثودز اللي انا قلتها، كل الميثودز هتستخدموها، مفيش ميثود تانية ومفيش ميثود زيادة. تمام، سوينا افتح لكم البروجكتات عشان اشوفها مع بعض. بس هو في حاجات فيها بوليجونز ممكن استخدم فيها. انا النهارده هشرح البوليجونز او هشرح تمام. الجنرال بوليجونز. البروجكت ده عليا كام درجة يا باشمهندس بعد إذنك؟ البروجكت عليه كام درجة؟ لسه دكتورة مرة ما قالتلناش عليه كام درجة، بس هقول لكم لما اجي اكتب البوست بتاع المواعيد. تمام، هقول لكم البروجكت عليه كام درجة. هو في الغالب بيكون عليه 20 درجة، يعني بس هو يعني مش في 3 تاسكات يعني، دول مثلا 15 والبروجكت 15 و10 غياب، اصل ما فيش حاجة تانية علينا ولا ايه؟ انت ليك 40 درجة مثلا. ما قصدي 15 و15 يعني، مثلا التاسكات لو كل تاسك بخمسة و... اصل انا مش بمزاجي اقول اللي عامل عليه 15، هي الدكتور بتقول اللي عامل عليه 15، اللي عامل عليه 20، زي ما هي عاوزه. تمام. باقي الدرجات بقى بنقسمها على الشيتات او على التاسكات اللي انتوا سلمتوها وعلى الغياب. تمام. بس في الغالب الغياب مش هحط عليه درجات كتير علشان الناس اللي كان عندها مشاكل في النت او كده، بس هحط عليه درجات بس مش كتير يعني. تمام. ده مثلا أول بروجكت. أول بروجكت سهل وبسيط، نفس فكرة اللي احنا كنا اخدينه تاسك قبل كده. ده مثلا هتستخدم طبعا باستخدام ايه؟ الدرو ريكتانجل. طيب الصن دي باستخدام الدرو اوفل. طيب الصحب دي يا اما عن طريق 3 اوفل مع بعض بس تخليهم كده متدخلين، او تظبط اللوكيشن بتاعهم بحيث ان هو يديني شكل الصحب يعني، او ترسمها باستخدام مين؟ البوري او الجنرال باص يعني. برضو الشجرة دي ممكن باستخدام البوري.
العربية دي مثلا الإزاز بتاعها باستخدام الدرو أرك، ده 45 وده 45، تمام. العجل بتاعها باستخدام أوفل، درو أوفل. مثلا الجسم بتاع البودي بتاع العربية، يا إما باستخدام ممكن مثلا هنا درو أرك، درو أرك، وهنا مثلا ريكتانجل وتعمل له فيل، تمام. وده برضو ممكن هنا أرك وأرك، يعني أرك جوه أرك، تمام. او ممكن ترسم البادي بتاع العربية ده كله باستخدام البوليجون، سهل جدا زي ما هنشوف كمان شوية. طبعا درو ريكتانجل او سكوير لاينز، وهتعمل فيل للون بتاعك. قسمنا هنا الباك جراوند بتاع البروجكت زي ما كنا اخدناها في اول تاسك بتاع الهو، كل الالوان عندك هنا، اورنج مثلا، يلو، ريد، بلاك، بلو، وايت، جرين. عايز تستخدم ألوان تانية استخدموا ألوان تانية، وأعرفكم ازاي دلوقتي تكونوا ألوان تانية، تمام. ده كان أول بروجكت، أعتقد إنه سهل. لو كل واحد أخد حاجة وكمل اللي زميله بدأ انتهى من عندها، خلاص الدنيا هتخلص، يعني مش هيكون في عندكم مشاكل. البروجكت التالت دي مثلا عبارة عن مدينة، برضو سهل وبسيط. اللي هياخد البروجكت ده مش هيكتب فيه كود كتير. ليه بقى؟ انت مثلا عندك هنا ده مثلا ريكتانجل، تمام، وجوه ريكتانجل ده مثلا باللونر جراي، باللونر جراي اصلا عندك في الكالرز. هترسم مثلا ونفترض ستة مثلا او تسعة، ايه، تسعة ريكتانجل، درو ريكتانجل. بدل التسعة دول مثلا نفس الويدث ونفس الهايت، بس اللوكيشن مختلف، فانت ممكن تعمل مثلا ثلاثة مثلا فور لوب، كل لوب مثلا بتلوب مثلا على ايه، على صف مثلا من دول نفس الويدث والهايت، بس انت الفكره كلها ان انت هتغير مين في اللوكيشن. هما كلهم نفس الواي لانهم على نفس الليفل، بس الاكس عندي مختلف بس، وتخليه ان هما يرسموا بنفس القدر. يعني اللي يفكر في البروجكت بتاعه، تمام، مش سهل ومش صعب خالص. طيب ده مثلا ده ريكتانجل عادي جواه مكتوب سترينج، يعني طبعا هنستخدم درو ريكتانجل ودرو سترينج، عارفين الدرو السترينج، تمام. برضو الكار زي دي نفس الطريقة احنا شرحناها، ده مثلا ارك، وده ريكتانجل، وده ريكتانجل، وده لاين، لاين درو لاينز، ده درو سترينج، ودي درو اوفل، والدنيا تمام. اوكي، برضو السحب برضو ممكن نصنعها بالاوفل او بالبوليجون. هنا مثلا الرصيف ده مثلا اللي هو متقسم لكذا رصيف، نعمله ازاي؟ عادي، هو ريكتانجل واحد، تمام، وعايزين نقسمه، يبقى هنعمل لوبينج، بس هيرسم ايه؟ هيرسم درو لاينز، تمام. بس برضو اللي هي الريكتانجل اللي هي البيضة دي ممكن نستعمل باستخدام اللوبينج برضو، هما لهم نفس الويس ونفس الهايت، بس واللوكيشن بتاعهم نفس الواي، تمام، بس مختلفين فين؟ في الاكس. انت لو فتحت البروجكت كده قدامك في البنت، هتلاقي البنت محدده لك ده مثلا السايز بتاع الفريم بتاعك، مش عارفه مثلا الويدث 600، مش عارفه الهايت كام، الهايت مثلا لحد كام، نقول مثلا 300 380، تمام. عايز ترسم كل حاجه، مثلا الريكتانجل الكبير ده اللوكيشن بتاعه هنا مثلا، شوف دي مثلا عند كام اكس وعند كام واي. فالدنيا اعتقد لو انت فتحت في البنت وعندك قدامك الاكس والواي، تمام، حتى هنا هم مترقمين، اعتقد هيبقى سهل والبروجكت مش هياخد معاك ثواني. جميلة دي، حلو، دي سهلة، تمام. بدل ما تقعد تفكر طب انا هعمله كام ويدث كام هايت، افتح في البنت وظبطه ثواني. تمام، بس
فانا ده اعتقد ان هي تكون سهله. ده مثلا اليورو ده مثلا ده ريكتانجل كبير وهكذا. برضو هنا مثلا الدرو اوفال برضو الاثنين تحت بعض ممكن نعملها لوبينج، يعني اي حاجه متكرره شبه بعض ريح نفسك واشتغل لوبينج. شوف بقى انت هتغير في ايه، هل مثلا في الاكس في الواي اللوكيشن هيتغير، طب الويدث طب الهايت. تمام. احنا برضو اخدنا فكرة لما انا عملنا هوم وكان عندي اربعة برضو اربعة ريكتانجل زي او اربعة ويند جوه جوه المستطيل الكبير ده، كنت طبعا اتدربت على الكلام ده. تمام. بس مثلا النور اللي طالع من الكار دي مثلا برضو درو ارك، ممكن يبتدي مثلا من زيرو ويمشي موجة 90 وهكذا. بس فالدنيا سهلة وبسيطة، لو حطيتوه في البنت وفتحتوا النت بينز وبدأتوا تشتغلوا خلاص الدنيا كده خلصت معاكم. تمام. طيب ده كان البروجكت التالت. البروجكت التاني، البروجكت التاني ده سهل جدا. ده قول واحنا لازم نلتزم بكل التفاصيل في الرسمة بالظبط، يعني ايه؟ مش فاهمة قصدك. يعني السيارة مثلا ممكن أعمل سيارة بس بشكل مختلف تاني، بس هي سيارة برضه. ماشي، تمام. بس مش تعملي مش عارفة اللاينز وايه ومش مش شايفة شكل سيارة. تمام. هتبقى حلوة دي. منشوف. اهم حاجة بس انا عايزة اعرف ان الناس بدأت توظف الميثودز اللي احنا اخدناها طول الترم في انها تعمل بروجكت زي ده او انها ترسم لوحة زي دي. ده طبعا ده سهل جدا، ده ممكن واحد يعمله هو قاعد كده في ثانية. برضه هنا برضه الويتس مثلا دي مثلا 670 مثلا ويتس، مش عارفة هايت كام، 440 ولا 430. تمام. ويظبط دي بس ريكتانجل واحد، او هو يخلي الناصح بقى يخلي الريكتانجل سوري الباك جراوند كلها لون واحد، وهيرسم هنا كام، يا اما عندك هنا 3 درو ارك. تمام. او 3 اوفر، بس اللوكيشن بتاعها يتغير، هتلاقي الاوفر ايه مستخبية كده جوه ايه جوه الويندو يعني. وده ريكتانجل وده ريكتانجل عادي وده ريكتانجل واللاينز. والمثلث ده هتستخدموه يا اما 3 درو لاينز، او ممكن او ممكن نعمله باستخدام البوليجون. من الاخر البوليجون اللي احنا هناخده النهارده تقدر ترسم اي شكل. تمام. دي كانت الثلاثه بروجكت، قلنا كل فكره كل واحد فيهم والناس تقدر تشتغل ازاي. تمام. بس فالافضل ان انت تفتح البروجكتس عندك في البنت وتشتغل. وصلت؟ تمام. طيب في امتحان العملي المناقشة عشان الناس تكون عاملة حسابها، طبعا من الناس اللي معايا همسك الكشف، انا قلت لكم تبعتوا جروبس، لان انا همسك جروب جروب واعمل له انفيتيشن، يعني مثلا هفتح ميتنج ومحدش هيدخل. ونفترض مثلا 138 و201 و114، هعمل انفايت الطالب الاول والطالب الثاني والطالب الثالث يدخلوا في الميتنج هم فقط، واحد منهم هيشير لمين، هيشير للبروجكت، وابدا اسال كل واحد فيهم انت عملت ايه والميثودز اللي انت عملتها دي عملتها ازاي، او انت فاهم ايه، او ايه الدنيا بالظبط. يعني المناقشه مش هتاخد 15 دقايق بالكتير، واحد يناقش مع المعيد بتاعه، كل واحد هيناقش مع المعيد بتاعه. طيب افرض مثلا ناس من جروب ثلاثة طالبين، مثلا من جروب ثلاثة واحد من جروب اتنين، يا اما جروب اتنين ده اللي هو الطالب في جروب اتنين ده هيناقش مع التايمنج اللي انا محددها لجروب اتنين. تمام. لان طبعا جروب واحد وثلاثة في تيم وجروب اتنين في تيم تاني، او يا اما هعمل له اد في التيم وهدخله في انفيتيشن معاه. لسه يعني اما نقدر نشوف الدنيا فيها ايه. انا كده يعتبر رديت على كل الاسئله اللي بتدور في دماغي بخصوص البروجكت والوقت وازاي هنناقش والكلام ده كله. في اي استفسار تاني؟ هو السكشن الجاي الميعاد المناقشه ولا امتى ولا لسه هتقوله؟ يا اما هيكون يوم الخميس في الاخر خالص اذا كان مثلا عندكم محاضرات او حاجه، او يا اما هيكون في ميعاد كل سكشن، لسه هنشوف يعني. تمام. معلش، في ميعاد كل سيكشن اللي هو الاسبوع الجاي ولا الاسبوع العملي؟ الاسبوع الجاي، ما احنا اتفقنا بقى المقررات الثقافيه دي مش هينفع امتحانكم فيه.
ما ممكن بعد انتهاء اليوم الدراسي يعني. بس انا مع انا مع باشمهندس كريم ولسه ما نعرفش هو. بس الفكره اصلا يوم الخميس اللي حضرتك بتقول عليه ده هيبقى حضرتك وباشمهندس كريم وباشمهندس نبيل، ولا حضرتك بتتكلمي بالنيابه عن نفسك بس؟ لا احنا التلاتة. تمام. طيب لو في ميعاد السكشن الاسبوع الجاي في حد عنده مشاكل؟ لا ده ميعاد حلو، يوم الخميس الجاي ده حلو عشان يبقى كل المعيدين موجودين برضو. ما هما هي ده بالعكس، ده مثلا يوم الخميس ده مثلا هو ما عندوش حاجة وما عندوش سكيشن، فممكن يكون عنده ارتباطات تانية، فاهمني؟ لكن طب ما هو دلوقتي عندهم سكاشن ومش حاضرين، يعني باشمهندس كريم وباشمهندس نبيل المفروض ان ده سكشن مهم عشان يتكلموا معانا فيه في العملي، ومفيش هو سكشن. ما بالظبط كده، ما ده اللي بتكلم فيه ما انا هبلغهم ان هما بالظبط. يمتحنوا بالتوقيت، لازم احنا التلاتة، لان دكتور مروة اتفقت لازم نكون، لازم نوحد نفس الحاجة بالظبط على كل الطلبة. فلو في يعني امتحان باشمهندس اللي حضرتك قلتيه ده بيطبق على جميع المعيدين، اه باشمهندس نبيل وباشمهندس كريم برضه؟ بس الجروبات اللي انا طلبتها من الناس تبعتها لي، دول بس الناس اللي معايا عشان يسهل عليا، بس اكتب في ورقة كده واشوف في الجروب ده في كام طالب او مين هم الطلبة اللي فيه، واعمل لهم انفيتيشن ويدخلوا على طول، بدل بقى ايه ما اقعد انادي اي دي اي دي، او طب مين يا ابني الاي دي اللي معاك، طب دخله على التيم. فبتبقى الدنيا ايه بالنسبة لي سهلة، انا على الاقل بالنسبة لي سهلة، همسك الجروب مثلا الاول في كذا طالب، فالناس تبقى خلاص مظبطة نفسها. مثلا لو المناقشة مثلا الاسبوع الجاي في ميعاد السكشن، فكله يبقى مجهز نفسه فاتح لباته، اعمل انفيتيشن بقى للجروب، او هبقى انزل لكم كمان الجروبات، يعني عشان لو في حد نسى يبعت اسمه مثلا بالنسبة لي للجروب يعني، فانا ايه اكون فاهمة يعني هل هو يناقش لوحده مع حد كده يعني. الكلام ده مع حضرتك. طب بالنسبة لباشمهندس كريم وباشمهندس نبيل؟ معرفش هما يعني، بس هما هيناقشوكوا اونلاين تمام، بس مش عارفة هما يدخلوكوا في الميتنج على اساس ايه. ما أنا دلوقتي مع باشمهندس كريم ما ادانيش درجات، ما طلبش مني تاسكات، ما عملش أي حاجة معايا، هو مش ايه عارف كل باشمهندس، انا الدرجات دي قلت هتروح فين. سامحني هو باشمهندس نبيل، ما هو انا قلت انا كلمتهم وقالوا لي هو خلاص ماشي نفس التاسكات اللي انت طلبتيها، يبقى الطلبه يعني الطلبه اللي معايا برضه لو حد مثلا بيحضر منهم معاكي، يبقى هي نفس التاسكات، بس هيبعتها لي هم يعني، مع كريم يبعتها لبشمهندس كريم، اللي مع باشمهندس نبيل يبعتها له برضه، هو هياخد درجه. بالنسبه للغياب انا هسلم لهم الغياب، طالب كذا حضر كام مره، الطالب كذا حضر كام مره، خلاص هم هيحطوا لكم بقى اعمال السنه. ايوه باشمهندس اللي ما كانش بيحضر معاك بقى الظروف. لا ما كانش بيحضر معايا، ده بقى ده منك لبشمهندس كريم بقى، مش مهندس نبيل. نفسنا حد فيهم يطلع يكلمنا يفهمنا الدنيا هتمشي معاهم مع حضرتك معاهم ازاي. حاضر هكلم باشمهندس كريم ان شاء الله، حتى يتفق معاكم على ميتنج يفهمكم الليله او الدنيا ماشيه ازاي، وبرده باشمهندس نبيل هبلغه رسالتك. حاضر. هو كان في ناس كانت بعتت له رسائل على التيم علشان كان عندهم استفسارات، فانا كلمته ان هو يرد عليكم، فمش عارفه هو رد عليكم ولا لا، بس هو اوريدي قال ان هو هيرد عليكم. ريت تكلمي حضرتك تطلع معانا ميتنج مرة. حاضر هخليه يطلع معاكم ميتنج، واخليكم اخليه يكتب لكم على التيم على الاقل يطلع معاهم ميتنج تفهمهم، عشان برضو ايه الطلبه اللي معاك معايا يعني يطمن. حاضر حاضر يا ريت. شكرا. خلاص اي استفسار تاني؟ طيب انت بس تكشف. احنا نحضر مع حضرتك عادي؟ ايوه اللي عاوز يحضر يحضر عادي يعني، نسمع الشرح يعني. ايه يا باشمهندس؟ احنا ممكن نحضر هنا عادي حتى لو بحضر مع باشمهندس نبيل صح؟ ايوه عادي، ده من اول الترم الدفعة كلها بتحضر هنا. ماشي ثاني بس نفتح البرنامج.
المرة اللي فاتت أخدنا إيه؟ المرة اللي فاتت أخدنا الكواد كير، فاكرين الكواد كير؟ تمام، مش فاكرين الكواد كير، أنا كنت عارفة إن أنتوا مش بتذاكروا أصلا. الكواد كيرف، الكواد كيرف ان انا كنت عايزه ارسم كيرف عادي زي ده كده، بس في عندي نوعين، في عندي كواد كيرف وفي عندي كوبيت كيرف. فايل كواد كيرف ده كان الكواد كيرف، برسم كيرف كده، كان في عندي ستارت بوينت تمام، وكان في عندي ايه اند بوينت، بداية الكيرف ونهاية الكيرف، وكان في عندي نقطة اسمها كنترول بوينت تتحكم في شكل الكيرف بتاعته. فاحنا كنا بنرسم الكلام ده ازاي؟ اهو كنت بقول كده كواد كيرف 2D زي ما كنت برسم اللاين 2D والريكتانجل 2D نفس الطريقة، بس كنا طبعا شغالين ايه على جراف 2D. كنت بقول كواد كيرف 2D بكارية اوبجكت نيو كواد كيرف 2D من الكلاس او الانر كلاس اللي جوه الكواد كيرف، قلنا بياخد 6 بارامتر، اول 2 الستارت بوينت تمام، وتاني 2 الكنترول بوينت اللي بتتحكم في شكل الكيرف، واخر 2 بوينت اللي هما الاند بوينت. لما بعرف الاوبجكت ده بقول ايه درو جي جي دوت درو لمين للكيو. كنا لما بنعمل ران ده شكل مين الكيرف، دي نقطة واحدة، نقطة واحدة كنترول بوينت واحدة بتتحكم في الجزء ده. لو بصيته في البنت بنتر هنا، المفروض اللي بيحصل ان هو بيرسم لاين من الستارت للكنترول، وبيرسم لاين من الكنترول للاند، والكيرف كان بيلمس اللاين الاول واللاين التاني تمام. فده اللي بيحصل المفروض لو عايزين نعرف يعني الشكل اللي بيحصل ايه. انا هرسم دلوقتي كنترول بوينت اللي هي مين 250 و250. ممكن مثلا اول حاجه نغير الكولر عشان اشوف الدنيا بيحصل فيها ايه. بيست الكولر كولر مثلا دوت ايه دوت ريد، احنا كنا رسمين جديد. عشان ارسم الكنترول بوينت اللي هي 250 و250 هقول جي جي دوت بالضبط. بوين تمام، البوين هما ال 200 زي الاند، دي كانت الكنترول بوينت. لما نيجي الرن اهي، هي دي الكنترول بوينت اللي بتتحكم في شكل الكيرف. طيب المفروض بيعمل ايه بعد كده؟ بيرسم لاين من الستارت للكنترول ومن الكنترول للاند. الستارت اللي هي كام؟ 100 و100، والكنترول 250 و250، وبيرسل لاين تاني من الكنترول للاند. ادا الكنترول للاند اللي هي كانت 400 وكام و100، فده المفروض اللي بيحصل تمام، من الستارت للكنترول ومن الكنترول لمين للاند. فده شكل الكواد كيرف، ده كان اخدناه السكشن اللي فات. في مشكله؟ طيب محدش بيرد، يبقى مفيش مشكله. ندخل بقى على ايه، على القاب الكيرف. ده شكل القاب الكيرف، ايه الفرق؟ بدل ما كان عندي كنترول بوينت واحده، انا عندي هنا في القاب تو كنترول بوينت. كنترول بوينت بتتحكم في الجزء ده، وكنترول بوينت تانية بتتحكم في الجزء ده، بلس الستارت بوينت والاند بوينت. يبقى الكواد كيرف كان بياخد عندي 6 بارامتر، ستارت كنترول اند. الكوبيك كيرف
ناخد عندي 8 بارامتر: الستارت، كنترول 1، كنترول 2، الاند بوينت. وصل الفرق؟ طيب نرسم ازاي الكواد كيرف، سوري الكابك كيرف. اهو في عندي كلاس اسمه كابك كير، سوري كابك كيرف 2 دي، السي كابيتال والسي بتاعت الكيرف كابيتال، سي ايكوال نيو كابك كيرف 2 دي. برضو عندي انر كلاس اسمه دبل او فلود. اول اتنين دول ايه؟ دول اللي ستارت. الاتنين اللي بعده ده مين؟ ده الكنترول الاولى. الاتنين اللي بعدهم كنترول التانية. اخر نقطتين دول الاند بوينت. استدعي الفانكشن اللي اسمها draw واديله الاوبجكت بتاعه. لما نيجي الرن ده كوبي كيرف. ازاي يا باشمهندسه ده شكله عامل زي الكواد، ايه بقى الفرق؟ لا ما انت لو ركزت هتلاقي الجزء ده بيتحكم فيه بوينت والجزء ده بيتحكم فيه بوينت، تمام؟ فده عندي شكل الكوبيك كيرف. طالما في عندك كده حاجه زي طبق من هنا وطبق من هنا، يعني ايه؟ يبقى الكلام ده في عندي اتنين كنترول بوينت. لكن لو كانت عندي كنترول بوينت واحده كنت هتلاقي الشكل اللي انا كنت رسمها من شويه بتاع الكواد كيرف، كنت هتلاقي ده كده جاي ستريت وده جاي ستريت وفي هنا كده ايه القوس بتاعي اللي هي الكنترول بوينت واحده، تمام؟ طيب ممكن نغير الارقام عشان ايه تبان اكتر في شكل تاني. مثلا نخلي ده 100 و150، ونخلي مثلا كنترول بوينت الاولى 440 والكنترول التانية مثلا 175 و250 والكنترول والستارت بوينت الاخيرة 500 كام؟ 150. تمام ده ايه ده برضو ده نفس الشكل اللي انا كنت موريه لكم في البنت، اللي هو كان ده هذا الستارت وادا الكنترول الاولى بتتحكم في الجزء ده والكنترول التانية بتتحكم في الجزء ده وادا الاند. طب المفروض هو ايه اللي بيحصل يا باشمهندس عشان يرسم القاب الكيرف ده؟ المفروض ان هو بيرسم ستريت لاين، لاين من الستارت للكنترول الاولى ولاين تاني من الكنترول الاولى للكنترول التانية ولاين تالت من الكنترول التانية للاند الاولى للاند بوينت. يعني كده هيرسم لاين منين؟ من الستارت اللي هي كانت عندي 100 و150 والكنترول الأولى 440 أهو، وهيرسم لاين تاني من الكنترول الأولى للكنترول التاني. وهيرسم لاين تالت من الكنترول التانية فين بقى؟ اللي هي من أول 175 لغاية الإند. تمام وناخد مثلا نغير بلون تاني عشان نشوف الفرق. ده المفروض اللي حصل، كنترول بوينت بتاعتي في النقطة دي، كنترول بوينت بتاعتي في النقطة دي، وده الستارت وده الاند. وصلت؟ تمام. يعني كأنه بيرسم معنا صح كده اتنين كوات كيرف جنب بعض، واحد كيرف بكنترول بوينت وكيرف تاني بكنترول بوينت. هو مشكلة بس ان هو التحكم فيه صعب شوية، يعني انا عاوز اعمل بشكل معين صعب. المشكلة اصلا يعني مشكلة في الجافا او في الدروينج بشكل عام في اللوكيشن، فيفضل ان احنا نعمل ايه الشكل قدامنا اظهره في البينت تحدد اللوكيشن على طول تبقى سهلة شوية. فده كان شكل الكوب كده. طيب نيجي بعد كده لمين؟
نيجي بعد كده نتكلم على البوري، نقفل ده. البوليجون يعني ايه بوليجون يا باشمهندسة؟ بقى اشكال، اشكال انت عايز تكون شكل معين ومفيش ميثود تمام تكون لك الشكل ده، يعني مفيش زي درو لاين، زي درو ريكتانجل، زي درو اوفال او درو ارك، كل الكلام ده لا مفيش. انت عايز شكل ملخبط كده، انت مش عارف تعمل الشكل ده ازاي. زي ايه يا باشمهندسة؟ زي الاشكال دي طبعا، بس عشان اللوكيشن هنا هنبقى نظبطه. ده مثلا شكل الستار، مفيش عندك ميثود تكون لك الشكل ده. الشكل ده مثلا مفيش ميثود تكون الشكل ده. طيب الشكل ده ممكن ترسم كيرف ولاين، شكل مثلا مربع وعامل لوبينج جوه مربع تاني، مفيش الشكل ده، مفيش ميثود جاهز. طيب نرسم الكلام ده ازاي؟ قال نرسم الكلام ده باستخدام حاجة اسمها الجنرال باص، او زي ما انتوا بتقولوا البوليجون، الاتنين واحد يعني. طيب الجنرال باص يعني ايه جنرال باص؟ يعني انت بتمشي عشان ترسم الكلام ده، بتمشي بمسار معين كأنك ماشي في رحلة. مثلا طلعت من العاشر، رحت للقاهرة، رحت للسويس، اسماعيلية، المنصورة، مش عارفة طنطا، يعني بتمشي مسار، بس في الاخر بترجع لفين؟ بترجع لبلدك تاني، للمنطقه اللي انت بدات منها او المنطقه اللي انت مشيت منها. فبيقول لك الجنرال باص ان انت بتفتح باص من عند بوينت معينه تمام، وبتمشي بلوكيشنز زي ما انت عايز، بس بترجع تاني لنفس مين؟ لنفس البوينت. فانت لازم تقفل الباص عشان ارجع لنفس البوينت. بعمل حاجه اسمها كلوز باص، زي ما عملت اوبن بعمل كلوز. فاحنا الكلام ده بنرسمه باستخدام الباص، وهنفتح الباص وهنقفل الباص. كل تحركاتنا هنا باستخدام البوينت او على حسب اللي احنا هنرسمه. يعني ازاي؟ اول حاجة عشان اكريت باص، يعني باص بقى هستخدم الباص ده عشان ارسم بيه الاتجاهات بتاعتي، احنا بنعمل اوبجكت تمام. احنا بنعمل اوبجكت بس طبعا شغالين جرافيك ستودي. هنا مثلا عندي كام باص؟ انت عندك هنا او كام شكل؟ عندي هنا 8. فكل اللي عمله هنا ان هو عرف 8 اوبجكت. عايز تعرفه بالشكل ده؟ طبعا الكلاس بتاعي ايه اسمه؟ جنرال باص، الجي كابيتال والبي كابيتال، بتديله اسم الاوبجكت ايكوال نيو جنرال باص، او بتعرف جنرال باص وتديله اسماء الاوبجكت بتاعك، وبعد كده لما تيجي تشتغل على كل باص بتعمل له ايه؟ assignment او initialization اللي هو جي بي 1 بتساوي نيو ايه؟ جنرال باص. يعني لما تشتغل بده وبده زي ما انت عايز كده. كده اصلا الطريقتين دول كانهم بالظبط تعريف الاوبجكت، يعني كانك تشتغل كده وتشتغل كده. طبعا انتوا دارسين او بي وفاهمين الكلام ده. طيب نفترض مثلا الجنرال باص الاول، قال لك عشان تبتدي تشتغل وتفتح باص بستخدم الفانكشن اللي اسمها موف تو. موف تو دي بتعمل ايه؟ قال انت بتديها بوينت فقط، نقطة هتبدأ منها ترسم الباص بتاعك او الشكل بتاعك. انا مثلا قلت له هنا هبتدي من عند 50 و10 تمام. فرضا انا عايز ارسم لاين من عند 50 و10 ل70 و80، فعندي فانكشن تانية اسمها لاين تو، التي بس كابيتال عشان الناس ما تتلخبطش. الام والال والكلوز دي الحاجات دي سمول، الحرف التاني هو اللي كابيتال. لاين تو بترسم لك لاين، بتاخد بوينت، البوينت دي بتعبر عن ايه؟ نقطة نهاية الخط، الاند بوينت. طب الستارت بوينت بتكون النقطة اللي قبلها اللي هي بتاعت الموف تو. فهو هنا هيرسم لاين من 50 و10 ل70 و80. قلت بعد كده لاين تو 90 و40، معناها هيرسم لاين، معناها انه هيرسم لاين الستارت بتاعتي من 70 و80 وينتهي عند 90 و40، وهكذا. وهنفضل ماشيين بنفس مين؟ بنفس النظام لحد نقطة النهاية. عندي كام؟ 50 و80. طيب انت خلصت، عايز اعمل ايه بعد كده؟ خلاص انا كده كونت الشكل بتاعي. بعد ما بتخلص تعمل الميثود اللي اسمها كلوز باس، تستدعيها بس. هتقفل ايه؟ هتقفل المسار بتاعك وهتقفل الشكل.
يبقى انت كده عرفت باص، عرفت شكل عن طريق ميثود اسمها موف تو او لاين تو. طبعا انت كنت تقدر ترسم الكلام ده باستخدام اللي هي الدرو لاينز، تمام؟ بس اعتقد ان بالطريقه دي اسهل، بالطريقه الجنرال باص دي اسهل. بعد ما تخلص الميثودز بتاعتك وتظبط الفانكشنز وتقفل الباس، اهم حاجه تستدعي الفانكشن اللي اسمها الدرو تديها اسم الاوبجكت. طبعا بنستدعيها بايه؟ بالاوبجكت اللي احنا معرفينه من جرافيك ستوديو. عرفنا الفرق بين موف تو ولاين تو؟ في حد مش فاهم يا شباب؟ الباص التاني برضو معلش يا باشمهندس، هو ده عادي ممكن نعمله فيه العادي؟ عادي. فيل بعمل فيل اللي هو الجي بي 1 ده بس كده، مش احنا زي ميثود عندي اسمها درو، كان في عندي ميثود اسمها فيل. بس هنا يعني هقول جي 2 دي دوت فيل. تمام. بس هو مفيش طريقة تانية أرسم بيها البوليجون؟ أصل في function اسمها fill polygon دي بتاخد array of integers، يعني بتاخد two variables دول كمل كمل. يعني بتاخد two variables بيبقى يعني بتاخد two variables بيبقى كل واحد فيهم يعني integer array، وبتاخد variable تالت بيكون integer number. بس انا لسه ممكن، بس ممكن. انا اعتقد ان الطريقه دي سهله، اي طريقه زي ما انت عايزها، مش هحكم عليك باي طريقه. وانت مثلا علمت عملت بطريقه تانية فانا اقول لك غلط. لا مش غلط، لا دي جميله، طريقه سهله جدا. بس اللي اسهل ليك يا باشمهندس، تمام، اشتغل بيه. بس هي دي بتعمل كيرفات؟ ما انا لسه اقول بتعمل كيرفات، تعمل كواد كيرف وكاب كيرف كمان، تمام. فيل شغال عادي. هنا هنديها طبعا ايه اللي هو جي بي 2 بس، زي ما في اسمها بروك عندي مش اسمها بروك. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ ده برضو باص التالت، مفيش موف تو لاين تو اهو. لو كده تشوف الباص التالت اللي هو ده برضو عبارة عن ايه؟ لاينز ماشي، وده برضو لاينز، وده لاينز اللي هو الميثود الباص كام؟ السادس والسابع. السادس والسابع هتقول لي يا باشمهندس ان ده عباره شكل كواد كيرف، عندي كنترول بوينت واحده، لكن ده عباره عندي عن ايه؟ عن كواد كوب كيرف، في كنترول بوينت تتحكم في الجزء ده وكنترول بوينت التاني تتحكم في الجزء ده، وده اصلا شغال كواد كيرف، صح كده؟ طيب نعمله ازاي؟ ده برضو باص موف تو لاين تو، ما عنديش اي مشكله. وده برضو الباص الخامس. الباص السادس بقى اهو، الباص السادس اللي هو كان ده اللي هو الشكل ده، تمام. طيب طبعا احنا بدأنا الباص بمفتو عشان نفتح 120 مثلا وكام، و180 عند مثلا عند النقطة دي. طيب عايز ارسم كيرف ينتهي عند كام؟ عند 180 و180. طب بعمل ايه؟ لو تلاحظوا دي الستارت، المفروض الكواد كيرف كان بياخد مني 6 بارامتر، ايه هما؟ الستارت والكنترول والاند. الستارت بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي النقطة اللي انا كنت فاتحة بيها الباص اللي هو عند 120 و180. في ميثود عندي اسمها كواد 2 بترسم عندي الكواد كيرف، بتاخد 4 بس، اول 2 الكنترول واخر 2 اللي هما الاند. طب الستارت اللاين اللي قبلها، سوري البوينت اللي قبلها، وصلت؟ يعني طريقة رسمك للكيرف ما اتغيرتش، الطريقة ما اتغيرتش، بس هو اعتبر ان اخر بوينت الباص واقف عندها كانها هي الستارت عشان يبدا بيها حاجه جديده. طب انت دي الستارت، عايزه ارسم كواد كيرف، محتاجه ايه؟ محتاجه ستارت، انا اوريدي واقف عندها، محتاجه كنترول بوينت ومحتاجه اند بوينت، ادي الكنترول بوينت وادي الاند بوينت. وتلاحظ هنا 120 و80 وهنا 180 و180، غير الاكس لكن الواي ثابت اهو. النقطه دي تعتبر الستارت والنقطه دي تعتبر الاند، الاثنين على نفس الليفل، يعني الاثنين الواي ثابت، بس الاكس هي ايه؟ هي اللي اتغيرت، تمام. طيب الشكل ده اللي هو الشكل رقم 7
شغال ايه؟ شغال كوبيك كيرف. طب الميثود اللي بترسمه، عندي ميثود اسمها كيرف 2. كيرف 2 ميثود بترسم كوبيك كيرف. كانت بتاخد عندي كام بارامتر؟ 8، لسه قايلين من شويه، الستارت والكنترول الاولى والكنترول الثانيه والاند. طيب الكيرف 2 دي مين الستارت بتاعها؟ مين الستارت؟ هي واخد هنا 6، الستارت اعتبرتها النقطه في الميثود اللي قبلها، سواء بقى استخدمت لاين 2 سواء استخدمت موف 2، المهم اي نقطه اللي قبلها بتحسبها كانها ستارت بالظبط. فالستارت هنا تعتبر عندي 220 و150، والكنترول الاولى 240 و130، والكنترول الثانيه 280 و160 و341. دي ايه؟ دي الاند بوينت بس كده، تمام. طيب بعد كده لاين 2 380 هيرسم لاين من 300 و140، ما اخر نقطه واقف عندها كام؟ 300 و140. هو كده هيعتبر ان دي الاند بوينت، عايز هيعتبرها سوري ستارت بوينت، الحاجه هيبداها جديد. مفت سوري جي بي 7 دوت لاين 2 380 معناها ان هيرسم لاين الستارت بتاعته هتبتدي من 300 و140 وهيوصل عن 380. اهو دي مثلا نفترض انها كانت مين؟ الاند بوينت اللي هي 300 و140. نزل لاين، معناه نزل لاين ان الاكس ثابت اللي هي عند 300 اهي، بس الواي هي مين؟ هي اللي اتغيرت. دي مثلا كانت عند 140، نزلت تحت الواي زادت، هبقت عند كام؟ عند 180. وصل يا شباب؟ وصلت؟ ايوه تمام. طيب تمام. بعد كده مثلا كواد 2، كواد 2 هيرسم كواد كيرف، ادي نقطة البداية 300 و180 اللي هي النقطة دي، الكنترول بوينت عندي اللي هي دي 260 و160، والاند 220 و180. طبعا طبيعي دي 300، لما ارجع كده تاني للاند فانا كده الاكس بتقل، فبقت عندي كام؟ 220. بعد ما كانت نقطة البداية 300 بقت نقطة النهاية كام؟ 220، يبقى أنا كده قللت في الإكس. بس ده كان سيكشن النهاردة، وده طبعا الباص الأخير شغال موف تو لاين 2. في واحنا مشكلة؟ ينفع، لا شكرا، ينفع نحل كل التاسك اللي هو المفروض اللي هو البروجكت اللي جاي ده بالحاجات دي بس؟ يعني ما ينفعش نستخدم حاجة تانية ولا يكون في مشكلة؟ نوع في التاسك يعني ايه؟ مش كل حاجة كده يعني، الحاجة اللي صعبة عليك قوي اشتغلها كده، عايز تشتغل بأي حاجة اشتغل بأي حاجة، بس أهم حاجة إن أنت ايه ترسم يعني وتطلع لي شكل اللوحة قدامي. تمام؟ وصلت؟ تمام. لو سمحت يا باشمهندسة، هو ينفع نزود اسم على الأسامي اللي احنا بعتناها لحضرتك؟ الاسم ده في نفس التقسيمة معايا جروب كام؟ انتوا اصلا جروب كام؟ جروب واحد. وانتوا كنتوا 3 ولا كنتوا 2؟ كنا 3. ينفع نزود واحد؟ واللي اذا هيزيد ده جروب كام؟ واحد برضه. واحد برضه ماشي تمام. عادي زود، ابعت لي في مسج على التيم وقول لي ان احنا بعتنا قبل كده، علشان لا انا مسجله، فاروح بس ايه ازود بدل ما اعمل جروب تاني واحط فيه نفس الارقام. يعني ممكن الجروب يبقى 4 يا باشمهندس؟ بالنسبه معايا والله مش هتفرق 3 من 4، ممكن تبقى 4 اي يعني، مش مشكله. خلاص تمام يا شباب. طبعا اي على اتفقنا، سواء بقى كل سيكشن هيناقش في ميعاده او يا اما كله هيناقش يوم ايه؟ يوم الخميس. طب احنا كده خلصنا العمل.